الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستضيف الليلة القائد البارز رئيس حزب الصواب النائب الدكتور عبد السلام الحرمة، مع كوكبة من الضيوف من ضمنهم الوزير السابق عمر وليالي وأعضاء الحزب يعني الناتج عن التحالف الجديد ما بين حزب الصواب والتشكيلة السياسية التي دعمت المرشح برمى الذهبي. سيد الرئيس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأكاد أقول سيد النائب فقط، نظرا لحجم الشخصيات التي يحتوي عليها التحالف اللي تقوده، وبالتالي وذيك الشخصيات هي اللي قادت اللائحة الوطنية، وحسب المعلومات اللي عندي اللي تقود اللائحة الرئاسية إن شاء الله في الاستحقاقات القادمة إن شاء الله. وبالتالي أكاد أقول نظرا لصعوبة تسيير يعني أجسيون درسول سيمان يعني تسيير المصادر البشرية، أكاد أقول النائب فقط. اختيركم تكلمون عن فحوى ذاك الاتفاق اللي وقعته مؤخرا بينكم انتم والجناح السياسي الحركة الانعتاقية إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. شاكرين قناة شبيط ومهنئينها على عودتها للساحة الإعلامية، ومن خلالها مهنئين كل المنابر للإعلام الحر اللي شكل اختفائه في الآونة الأخيرة ضربة للتعددية والمناخ الديمقراطي في المعارضة، واللي ما عندها من منابر ولا عندها من صيفة اللي تجبر بيها وسيط تخاطب به جمهورها العريض، يكون هذه المنابر على شحها وعلى تحفظها هي على بعضها وعلى كثير من مناحي أدائها السياسي والفني والإعلامي، غير فشكل ضربة للديمقراطية والتعددية خصوصا الطيف المعارض. نهنى أيضا هذو المناضلين والمناضلات اللي جاوا الليلة حضروا معنا الليلة من حزب الصواب للبرنامج، مهنئهم بأساميهم وبعناوينهم، وكلهم عنوان وكلهم اسم تبارك الله، وهذا مصدر فخر لنا وفي التشكيلة وفي العناوين وفي الأجيال اللي تعكس الموريتاني تنوعها المناطقي، تنوعها الإثني، بتنوع أجيالها، بتنوع ثقافاتها، بتنوع همومها، وهذا في الحقيقة شكل نقطة فخر ومرحبين به الليلة، وراجي إنه إن شاء الله يتعزز في قابل الأيام. فيما يتعلق بسؤالكم، إحنا في إطار حزب الصواب حزب سياسي وطني يسعى دائما لتطوير وسائله وأدواته وخطابه، وهذا هو المطلوب من الأحزاب السياسية، وقوة الاقتراح المجتمعية. وفي المرحلة الأخيرة لاحظنا أن البلد يعيش أزمتين، أزمة سياسية بنيوية عتيقة ناتجة عن موروثه هو التقليدي، الأزمات مجتمع تقليدي مع يعيش أزمة نخبة وأزمة خطاب سياسي، وأن هذا التقلب عليه لابد من جهد يعود مضاعف، جهد في التعامل مع الواقع كما هو وتشخيص أمراضه اللي فيه وياسر وحسب أولوياته، غير ملي نقد واقع النخب اللي ما استطاعت انها تخلق له آلية ولا بنية تواجه مواجهة حقيقية خصوصا من الضعف والتشرذم. توجهنا على رؤية لإحداث تقاطب ولا قطبية سياسية باستطاعتنا تأثر في الواقع، وكنا هذا قادنا مرحلة معينة ان ندخل في حوار مع الجناح السياسي الداعم المرشح، ندخل معاه في إطار رؤية برامجية لإنقاذ موريتانيا من ذي المشاكل اللي ندور نتكلموا عنها ونشخصوها، غير الإجابة على وضع راهن أن قدام استحقاقات حالة موريتاني ولا يقدروا يجاوبوا عليها إلا من خلال برنامج وطني ومن خلال أدوات القيام بهذا البرنامج. بالتالي عدنا اتفاق في جوهره وفي شكله اتفاق انتخابي، لكنه مراميه البعيدة والحالية اتفاق سياسي استراتيجي قائم على تقديم نموذج لأداة تمثل الموريتانيين بكل أطيافهم وكل مستوياتهم وكل أجيالهم، وقادة تخلق لهم الطموح اللي دوره في تعزيز وحدتهم الوطنية
ومواجهة حقائق مقدمة الظلم والغبن والتهميش والرق ومخلفاته. هذه القضايا ومشاكل حقوق الإنسان ومشاكل المسار الديمقراطي اللي متعثر اللي عاد قريب من ثلاث عقود من الزمن، وحنا تقريبا 90. هذه الأمور كاملة هي اللي تخلي في إطار هذا البرنامج. يا قيادة البرنامج في الحقيقة عندنا من نخلق واجه تحديين. التحدي الأول هو أن قوة الرفض وقوة الممانعة ما تقبلته، لأن تقتير الله الأدوات العادية الأدوات التقليدية اللي هي فات تعاملت معها وتعرف عن تأثيرها لا ما هو كبير والله محدود. تعاملنا معها من ناحية ثانية هو القوة الأمنية والإرادة السياسية اللي حاكمة في البلد اللي ما خلات البرنامج يمشي، وواجهته بعدة طرق. ما أنا قاعد نصرحها كاملة لأنها ياسرة يقال بعد أهمها أنه في مرحلة مبكرة اعتقلت مرشحه للائحة الوطنية اعتقال سياسي تحكم ظالم، وحرمته من أبسط حقوقه اللي منحت زملائه من المرشحين في الساحة السياسية، وهذا شكل إعاقة الخطوة الأولى في توجهه السياسي في توجهه الانتخابي. وهذه المرحلة اللي ما زلنا نعيش درك تبعاتها إلى حد الآن. سيد الرئيس، ثم كان عندكم برنامج قومي ولنتلخصوا له نقول وحدة حرية اشتراكية، والقطر قاعة أنتم أكبر منه حتى، ودارك تبنيتوا طرح قد يعود في ياسر من العدالة يقير طرح شرائحي. أولا أنا عندي الانطباع لأنكم خطابكم أنتم احتواه هذا الجناح السياسي، وعاتي المشكلة اللي مشكلة ظلم ولا مختلفين موريتانيين علنها يلا تستأصل نفهم منها مرة واحدة به اللي بالحقيقة ضارة الوطن وضارة الوحدة الوطنية، غير قاهي عاد جريمة لكن تسرقة إذا مات يلا تعود مادة إعلامية ولا مادة سياسية، خصوصا تمس كرامة الإنسان وحياته ولا يلا تشتغل سياسيا وعاد تمولي جريمة مجرمة. إذا أنا لا تسمحوا لي نختار نشوف نبرتكم أنتم بهذه التشكيلة الجديدة. بصمتكم. شكرا. بالحقيقة وحدة حرية اشتراكية هذه شعارات زينة عندي متبنيها، يا غير ما هي يا خطاب حزب الصواب. حزب الصواب حزب سياسي وطني ظهر على الساحة السياسية 2004 وطرح برنامجه السياسي وبرنامجه الاجتماعي من خلال ذا اللي ظهر له هو أنه تشخيص المشاكل الموريتانية كاملة، ولا 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 دار الشعارات، وإن كانت هذه الشعارات متضمنة في كثير من برنامجه. وإحنا منين طرحنا هذه الساعة كل الإشكالات اللي مطروحانا بما في هذه القضية اللي طرحت أنت وقلت عنها ذلك بارزة، كانت بارزة الساعة عندنا وذلك بارزة عندنا، ولا نعتبرها خطاب شرائح. من اليوم منين نقول عن خارج منطقة من موريتانيا تعاني من الفقر وتعاني من المجاعة وتعاني من العزلة، ما لنا طرحنا خطاب مناطق، وإنما شخصنا بؤرة ومشاكل موجودة في منطقة من جسم الموريتاني ويلا تنحل. هذا ما يعني ما في مشاكل في مناطق أخرى. منين نقول عن خارج الرق وآثار ومخلفاته وأنها ممارسة خطيرة وأنها ما تكفيها القيم، وإنما لابد تندار المجتمع والدولة في صيفة قادة تواجه بها عمليا وواقعيا. ما عندنا طرح شرائح، ولا معناها أن ما أننا مهتمين بالشرائح الأخرى اللي تعاني ونعرفوا عنها تعاني، وإنما تشخيص ظاهرة لم في مستوى من الدرجة ومستوى من الظهور ومستوى من الحضور أبرز من الظواهر الأخرى. هذا ما يجعل كلام عنها خطاب شرائح. أنا لا تسمحوا لي شوي دقيقة شوي لا له نقول لك. وبالتالي ما أننا عاطين في الصواب الإسبقية لأي حد كائن من كان حقوقي ولا سياسي بأنه يسبقنا هذه القضية، وطروحنا لها ما هو جديد، طرحناها من السبعينات وعنا عليها الوثائق، وطرحناها في الثمانينات وطرحناها وكانت بارزة في خطاب 2004 وما زالت بارزة. وبالتالي ما احتوى الجناح السياسي الرئيس برامة ما احتوانا، جايين لهنا نتكاملوا لو زواج متعة. لا لا زواج متعة قال بطريقة قدحية في برامج معروف انه كان خالي من المهنية وكان خالي من قواعد النزاهة الصحفية، باللي زواج المتعة مفهوم منبوذ اخلاقيا عند المجتمع الموريتاني وعلماء السنة محرمينه، واحنا ما هو مطروح فينا. ومنين يندار على مادة معينة، اما انك خلفية تحكمك ماسي عن واحد من احنا غريب، والله ماسي عن واحد من احنا ما يمتلك المشروعية التاريخية ولا المشروعية الاجتماعية التي تعاني مع الثاني، وكلمة في حد ذاتها عنصرية وشرائحية. إذا إنه زواج لماذا؟ لأن الذي أنجز هذا العمل مجموعة من الموريتانيين
ومجموعة من الرؤى وعندهم الحق يتعاملوا ويتفاعلوا. وذي الخلفية في حد ذاتها خلفية عنصرية وخلفية تمييزية وخطيرة في حد ذاتها. لا هم لا هم احنا ما نعودوا نلعبوا معهم دكتور، احنا ما لهم محاضرة. شفت سيد دكتور؟ لا، لأنك جبت الكلمة، وهي الكلمة عندها حمولة وعندها تاريخ. ياك ما نقاطعكم نعدلكم ان شاء الله، ما نقاطعكم. دكتور انا هون نمثل الرأي الآخر، اي ضيف جهون يدافع عن فكرته ونتحول انا ماني رد عليك شو الرأي الآخر. الرأي الآخر اللي نستعمل المصطلحين هون، واحد الرأي الآخر واحد العامل الخارجي. الرأي الآخر يقول لكم عن هاي المشكلة، الرأي الآخر فيه من عند الإسلامي قوميون الإخوة اللي كانوا معاكم وشقوا عنكم، ماني نسمي حد إن شاء الله ولا نعطيكم إشارات. الرأي الآخر موريتان اللي منها ما يتبنى طرحكم. الرأي الآخر يقول لكم عن هاي المشكلة عاد جريمة، كيف تحد سرق وكيف تحد قتل وكيف تحد عدل أي جريمة أي مخالف. دوركم انتم هون هو تنبهوا اللي تشوفوا الظاهرة ولا تشوفوا القضاء ما مارس سلطته، لأنكم دوركم دور مجتمع مدني ودور يعني تحسيسي ودور مرافقة السلطة في تطبيق القانون. يا غير الرأي الآخر قاعد يقول شو اختار من ذاك، يقول ان هاي المشكلة عادة بوتيك راس مال والناس اللي عايشة منه ما تبغي المشكلة تنحل. المشكلة يبغي ينحل الناس المتضرة منها، سمعتها ووطنها وبلدها والشريحة المتضرة منها والملطخة منها اللي ينقان استعبادية وينقانها ظالمة وجائرة، وفعلا هو ظلم. يا غير الحمد لله عاد مجرم القانون. إذن الرأي الآخر يقول عن هاي المشكلة لأنها متدخلة فيها أيادي أجنبية، لا نقول العامل الأجنبي بصفة خاصة، العامل الغربي والمستعمر بصفة على وجه التحديد، وهذه يستغلها لعدة أسباب. هو الهدف اللي عنده استراتيجي شنو؟ هو أنه يوكل خيرات موريتانيا. يا غير إياك يوكل خيرات موريتانيا الله يسلط على سيف رقابها سيف قال له حقوق. أنا هنا أسوي لك أنت كقومي عربي، متى كان للمستعمر قلب حتى يتحدث عن حقوق الإنسان وحكم للبلاد قريب من قرن وخلي العبودية ماشي وكان يتعامل مع الإقطاع؟ هاي الإنسان اللي طرأت له. نختاركم في السؤال. شكرا. بالحقيقة أنا قاعد ما في التقبال كلمتك حتى عن المستعمر أنه عنده قلب، ونعرف عن المستعمر ما يجي من شعوره الخير ولازم من شعور الرأفة ولا قد الدخل يكون صالحه. يقال له هنا طرحنا سؤال آخر، إيه ظاهرة اللي يكلم عنها؟ من درى كانها خالقة؟ والله كانها ما هي خالقة. من درى كان الكلام عليها مفيد لها والله سكات عليها؟ إذا قاعد بسط من رواية أخرى حد يدور الرواية ما تنحل ما يكلم عنها ولا يستقلها المستعمر ولا خالق حد ما عنده الحق يستقل الرواية صالحه. المستعمر عنده أهداف وأهداف سيئة وعنده أغراض ويبحث عن يدخل في مجتمع من خلال الثقرات الموجودة فيه. من باب أولى من نعود ونختار ونقفل الطريق قدام المستعمر، هذه القضية نحلوها ولا ينحلوها؟ لا قيم العدالة وقيم الإنصاف، دين الإسلامي قيمه كلها فيها حلها، المجتمع احنا فيها قيمه فيها حلها، نطبقوها. القانون لا يكفي، القانون كلمة قال يقال ان ما تعودها من الإرادة السياسية الحاضرة وتطبيق لها الصارم، ويعود المجتمع إلى مستوى من اليقظة ومستوى من الوعي ومستوى من الانتباه لخطورة الظاهرة ما هي لا تطبق. انت ما تقدر تقول اليوم انا هون قاعد ما تقول لي العبوديه واثارها ما هي موريتاني، ولا تقول لي الغبن واثاره ما هو موريتاني، بك منين تقول هاي؟ لا نعطيك شواهد الياسرة. يا غير نقدر نقول لك حق هاي الظاهره علاجها يحتاج رؤيه ويحتاج مجتمع ويحتاج ان نتكاتفوا كاملين. يا غير بعد من اهم شيء المنظمات الحقوقيه اللي مهتمه بيها وطارحتها والدافع عنها، لانها ما هي فقط لا يتنبه عليها السلطة والجهة المعنية، وإنما لا تطرحها وتشخصها وتعود تتفاعل معها بحجمها ولا هي حجم لا حجم ظاهرة عادية. هي فعلا فهم قوانين إيجابية وأنا ما يناكرها، آخرها ذا اللي وعد الحوار 2011 وفي ثانية، وسابق ذا قوانين 2007 اللي جرموها، وعاقب ذاك القوانين التالية اللي صدرت 2011 و2012. غير هاي القوانين اللي يطبقها يطبقوها قضاة
لا يطبقوها درك، لا يطبقها شرطة، لا يطبقوها إداريين. من ضرها كان هذو الإداريين وذو القضاة وذو الشرطة موجودين تطبيقها وقابلين يطبقوها، ومن ضرها من خلال مسارنا والأحداث اللي نشوفوا يا كانها فعلا وطبقت والله ما وطبقت، ومن ضرها كان هاي المنظمات الحقوقية اللي تجي الوالي وتجي الحرسي وتجي الحاكم وتقول انها موجودة يا كانها ما تعمل صالح تنفيذ القانون وتطبيق القانون، وبالتالي تمثل الإرادة العامة للمجتمع الموريتاني، ويلا ندعمها في اتجاه ولا نحاربها. لماذا ما خرصوها المخرج بدل نقول هي داعمها الغرب وجايه مشوا الغرب؟ نقول عصا كاع نسحبوا يروي من الغرب، يبقى الغرب ما عنده واش يدخل فيه. طيب هذا لا يختلف عليه هنا. شوف هي ممارسات وهي ظاهره. الظاهره مجرمها القانون، يلا يطبق القانون. ودورنا كاملين كاعلاميين وكسياسيين هو على ان نقوم بواجبنا وندوا بظاهره منها خالق. والممارسات تبدا من السياسه الاجتماعيه دي مزير داكومبانيمون، اجراءات اجتماعيه اساسا يشير قرا ويشير وداوى ويشير نعطات له صفه قد يشتغل بها ويجبر فرصه عمل، ما تلقى حد يستعبده، هذا بديهي. طيب لكن هناك شيء اخطر من هذا يقوله الراي الاخر. الراي الاخر يقول عنا ان القاده التاريخيين، ومعنا واحد منهم الحركه الحر، رفض تدويل القضيه. به اللي تدويل هي النافذة اللي يدخل منها الشيطان الأجنبي، ورانا شفنا ذاك العدل الشيطان الأجنبي في العراق، وشفنا العدل الشيطان الأجنبي في سوريا، وشفنا العدل الشيطان الأجنبي في مالي. الأجانب ريقهم سايل بهم خيرات موريتانيا، ذهبها وياقوتها وحديدها وحوتها، وقدمت من عند لك اللي نفتر، وهذا ما عندهم وسيلة قد يأكلوا بها خيرات موريتانيا. كون البرنسيبل تعرف فريق تسود، وهاي تدويل ذي المشكلة بالذات القادة التاريخيين ولهم الأجر وسيشهدوا لهم التاريخ. الذين أسسوا حركة الحر قالوا عنهم دور يناظروا ضد العبودية ودور يقضوا عليها بالقوانين الموريتانية، قال الأجنبي ما يدخل بين أولاد موريتانيا. من درى شنو هو موقفكم انتم من تدويل؟ أنا راني قضيت سمعت شريككم الغائب الحاضر يفرج علي وعليه، قضيت سمعت يقول زين عنده تدويل. أنا بعد في الصباح ما قد طرحت قضية تدويل ولا قد شتت اخبارها ولا هي من القضايا المطروحه نهائيا. اللي مطروح ان فم ظاهره وبتناميها وخطورتها اللي في الحقيقه ما هيك الضوء على الاخر يلا عالم معها على الاساس، ولا قد انطرحت قضيه تدويلها. اللي انطرح ان هاي القضيه يا الله يخلق لها اجماع وطني وهبه وطنيه يتم التعامل معها على اساسها وحلها، ولا هيك تنحل لا من يعود الموريتانيين كاملين فاهمين مخاطرها، فاهمين العدل والعدالة اللي نحتاجوها اليوم مفهوم كوني مفهوم عالمي لا يعود حاضر في أذهاننا كمواطنين وكأشخاص عاديين وكإداريين وكمسؤولين نطبقه، ولا نعطوا لرجاج امتيازات على أساس أصله ولا على أساس جنسه ولا على أساس لونه، ولا نحرم واحد منهم على أساس هذا هو مفهوم المواطنة. وبالتالي ما كانت انطرحت القضية قضية تدويلها ولا هي مطروحة. وموقفكم انتم شنو من التدويل؟ ما كنت طالع عدم التدويل ابدا. اسالكم عين في عين. ابدا عينا في عيني ما قطينا عدم التدويل، ولكن انا قلت لك موقفك من التدويل شنو؟ انا ما قطينا عدم التدويل، هي قضية. ورأينا ان اي عدو خارجي والله اي اجنبي حينما يتدخلوا يتدخلوا لاجندته، يعني هناك قضية لا ينبك عليها. الملف المتعلق بحقوق الانسان ما تلات فيه السيادة. ملف حقوق الانسان عاد ملف عالمي. لانه عاد قضيته قضية مطروحة في كل البلدان، كل البلدان وقعت الاتفاقيات بما فيها موريتانيا. هاي الاتفاقيات ملزمة لتنفيذها ولتطبيقها. هناك هيئات إشراف عليها، وهذا الموضوع ما يلا أي إنسان حقوقي ولا سياسي يقف ضده، لأنه في صالح كرامة الإنسان وفي صالح مبدأ الأسماء وهو الدفاع عن كرامة الإنسان وصونها. هذا لا يعني لا بد أن نقاطعك دكتور. اليوم اسمح لي شوي دقيقة بعد كملك بعد بكرة. اليوم هذه القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، الجامعة المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن أي هيئة واي مجتمع واي قوه انها تتكلم حينما تنتهي حقوق الانسان في الروهينجا، وتتكلم تنتهي حقوق الانسان في فلسطين، وتنتهي حقوق الانسان في العراق. نخليها ما قطع عدل شيء. لا لا اسمح لي شوي. اسمح لي الدكتور. اسمح لي الدكتور. لا هو ما انا ما قلت لك انه عدل. من 48 غيرك من 48 اسمح لي شوي. الفلسطينيين يتصدون لدبابات العدو بصدور عاريه ولا فيهم حد قطش بار جائزه. لا لا ما جائزه واحده للامم المتحده. اسمح لي الدكتور. اسمح لي الدكتور. تعال حنيني انا بعد. الفلسطينيين يناظروا ونختاروا اللي نذكرك مساء. ان احنا نتكلم على قضيه العبوديه قضيه كرامه، قضيه كرامه انسانيه، قضيه الفلسطينيه قضيه موت وحياه صحيح، ويتعرضوا لدبابات بصدور عاريه صحيح، ما في محدد طبار جائزه من الامم المتحده.
اذا انك لا تكلم على خلاف بي ما اسمح لا 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 يبين عزة لمحبة عيون الموريتانيين ولا لانسانيته هو الباغي يبين لك انت لا لا ما عنده كما يقول الراي الاخر لي. هذا ما يحتاج هذا 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 تكسر ابواب مفتوحه هذا تعطيني شيء واضح لي ما يحتاج ما نزاد فيه انا ما قلت ولاني طارح ان الغرب يدافع عن حقوق الانسان ويعرف عنه اشد النفاق حقوق الانسان ولكن الاستعمار جاء هنا للعبوديه وكرسها وكرس الاقطاع وكرس التفاوت وكرس كل القيم الفاسده عندنا كرس الاستعمار قوانينه ومنظومته اللي خلق البنيته الامنيه اللي خلق واللي ما زالت تحكم فيها الان هي اللي كرست كل التفاوت وكل الامراض اللي فينا يعني قلت لك الملف الحقوقي يتيح لاي انسان انه حينما تنتهي حقوق الانسان في بلاده يتكلم هذا ما هذا نحن كقوه مجتمعيه كقوه سياسيه بالتالي كون حقوق هذا الملف خصوصيته في قضيه السياده اليوم بما فيها الدول موريتانيا حينما توقع على اتفاقيات مرتبطه بحقوق الانسان هذه الاتفاقيات اصبحت مرتبطه بملف وارث انساني هذا الارث الانساني يلا يناقش يلا نناقشه احنا على مستوانا ونحلوه احنا منين نحلوه احنا ونناقشه ما لنا مخلين الاجنبي يناقشوا ولا ولا يجبر طريقه يناقش ما فينا اثنان يختلفان على رواية لا لا فينا اي العبوديه يرفضها العقل الدين والعقل والمنطق ولكن ولكن القوانين تطبق هاي القوانين بعد يا ما تطبق القوانين لا من حاكم من تطبق ما هو انت ولا هو انا ولا هو العميد عمر الجاي ولا هو ذوق الطفل اللي حاكم عن تطبق حاكم تعرف شنو حاكم القوانين الاخرى تمام تمام مطبقه لا لا احنا من انا من انا بعداله وبنزاهه ماني قايل لك انا ماني قايل لك قايل عن الاراده السياسيه للمجتمع الموريتاني لا ينفرض عليها ان تطبق القوانين بما في هاي القوانين القوانين كاملة قوانين الجمهورية تطبق عليها لا تعد فهم قوة ضغط شعبي وسياسي وإعلامي ومعنى تضغط عليها أن تطبقها لا يطبقها تطبيقها الحقيقي والله جزء من تطبيقها وهذا هو دورنا احنا كنخبة وكسياسيين وهذا دور المنظمات الحقوقية في أنها تطرح الطرح وتدفع صانع القرار وصاحب القرار أنه يطبق القوانين قلت كونها وطبقت ولا ما طبقت لا يختلف علينا ما وطبقت القوانين ما وطبقت واللي حاكم معنا تطبق ما واحدة الحاكم معنا تطبق وجود إرادة سياسية ما هي قابلة تطبق من سيفرض على هذه الإرادة السياسية إحنا ندوره إحنا كموريتانيين وكنخبة وكحقوقيين موريتانيين نفرضه من داخل موريتانيا أنها تطبق وهذا هو اللي يعطينا مسيرتين واحدة يعطينا الثقة أنفسنا أننا قاعدين نطبق قيم العدل والإنصاف لأنها جزء مكين من ثقافتنا ومن ديننا ومن تراثنا ومجتمعنا وقاعدين نطبقوها ولا نحتاج لحد آخر يطبقها لنا من يمانع عن تطبيقها نحن لها وعند العمل اللي نشتغل عليه هنا هو اللي يسعى للتدخلات الاجنبيه، وهو اللي يفتح الباب واسع للتلاعب ملف لا ينبغي ان يلاعب به، لانه ملف خطير ومتعلق ببنيه المجتمع واحنا اكفاء وقادرين على حله. من يمنع تطبيق هذه القوانين؟ انت العامل الخارجي اللي تنساه. اختير نقول لك ان في دراسات الان وانا كيف تعرف قضيت 11 سنه في دول الاستعمار. في دراسات الان تثبت على ان الاموال الموريتانيه الجايه من المعادن والنفط والحوت كيف تعرف مطروحه في دول الغرب بصفه خاصه دول الاستعمار. ذيك الاموال هي اللي تنشط الاقتصاد الغرب. هذا عام على الدول العربيه كامله. طيب هذه الدول اللي هي عندها قراءه جديده اكتشفت على موريتانيا دوله يعني بقره حلو ودخول لها بسيط واحتوائها والاستيلاء عليها بسيط. اكتشفتها مع انها كانت عندها نبذه عن ذا. وارتأت على ان المكون العربي تختار تفرق ومن حطام وتبني اغلبيه ذات لون واحد وفرانكوفوني. هذا اللي تجبره في الوثائق في جوجل تجبره في الوثائق اللي سانتر دي ريشيرش مراكز في ريستال وفي ريتي توجه المفكرين الجدد الغربيين على انهم كانوا مدلين ليد موريتان وعلى ان يختاروا يداركوا الوضع انها بقره حلو وعندهم فيها اهداف استراتيجيه. شوف اولا بعض من الدول الجيران بصفه خاصه ما جاوبك على هذا انا لين واصلك شنو وصلت لك انا اللي نسكت ندور نسكت ان شاء الله. عندنا دوله مثلا قريب جار جنوبي قاع صريح العباره تعرف على انه يسعى على خلق الانقلاب 78 من الشرط اللي طرح المستعمر اياك يعترف بالانقلابيين هو على حصتنا من الطاقه الكهرومائيه اللي جايه من فاس المولين العرب كويت وسعوديه ان تنازل عنها موريتان واحنا انا وزير قطع عاد عليه الحمد لله المياه تنازل عنها موريتان صالح ذيك الجاره وعقب اللي طيح هو الرد ما رد منهش معناها ان احنا عندنا اهداف اخرى ان يلا نعيشوا
عندنا بعض من الجيران 16 مليون هوك، 50 ولا 70 هوك. احنا الغرب يدور منا نعيشوا له بعض من الحلفاء، ويدور منا نعودوا بقرة حلوب من الفضل الله تبقى عقوم. هذا بعض اخترت نقول لك ان تطبيق القوانين ضد العبودية ما يبغيه، وتآخي موريتانيا ما يبغيه، والوحدة الوطنية ما قطع يبغيه. هذا انا معاك فيه، انا معاك ان الغرب ما قطع عدل ما هوش مصلحته. وعادة في العمل السياسي والاستراتيجي ما في طرف يعدل يكون شي مصلحته. المطلوب ذا اللي ندوره احنا شنو؟ ذاك اللي دور الناس اخرى تعرفوا. احنا نخرصوا احنا اللي ندوره احنا كموريتانيا، واللي نقدر نعدلوا شنو؟ الغرب خاصة ذا اللي قالوا فرنسا منه استعمارها الفرانكوفوني ومسخها الثقافي مستمر الان يحصد ضحايا كما تحصد العبودية والرق والفقر والتهميش ضحايا. ولا عنده علاقة بهذا الموضوع، لأنه مفروض بقوة وسياسة أخرى وكل الأنظمة ذاعنا له وقابلته يا غير ما نطرح لها الشرط مقابل أنها تكافح العبودية. العكس، أوروبا لا يتعنيها العبودية في موريتانيا، ولا يتعنيها الثقافة في موريتانيا، ولا يعنيها النهوض المجتمعي في موريتانيا. أوروبا ما يعنيها مصالح أوروبا يا غير. إحنا أوروبا ما تعنينا، إحنا نتكلم إحنا عن روسنا. شنو ندور إحنا؟ من درايه كان إحنا عندنا قوة مجتمعية وقوة سياسية قادرة نعالج بها مشاكلنا بعيد عن أوروبا وبدون استقلال أوروبا، ولا نحتاج في أوروبا والله ما لنا قادين. من درا كان نمتلك إرادة سياسية أن نعترف بواقعنا وبأخطائنا ونعالج احنا أخطائنا الرسمة، والله ما نعالجوها. أن نعود ونعرف عنا عندنا أخطاء ونحمل الغرب، الغرب فعلا وأي غرب وأي أجنبي عنده مصالح، السنغال عنده مصالحها، ولا يقدر حد يشوف على السنغال إنه ما دور مصالحها والدور تعيش 16 مليونها، ولا يقدر حد يشوف على المغرب إنه ما عنده مصالح ودور، ولا يقدر تشوف أحد الجزائر يقال مصالح موريتانيا منين. من درا كان ما من أولويات التنمية وأولويات انطلاق تحرير الإنسان أن ندعم المساواة والحرية والعدالة ونقضوا على العبودية ومخلفاتها كمرض فتاك. من درايه كان النهوض ما يطلب من عود مواطنين متساويين في العدالة وفي الظروف والفرق. من درايه كان إلى نادل أقاش بهذه القضية ما أن الأولى نستقبلوه ونقولوا لك حق وندافع وراء الناس، نختلفوا في الطريقة اللي نعالجوا بها وأولوياتها. قال نبدأ يلا نقروه ويلا ننطلقوا فيه بشكل عملي، ما هو الكلام ولا هو بالقوانين. لأن القوانين الجمهورية الإسلامية من الساعة جاءوا النصارى إلى الآن بحرم ياسم القضايا، قال ما معمول بها طرق ووسائل، كل يدخل أي إدارة معينة فيها من المعاملات بعيد من القوانين اللي في الدستور. ما الله قاعد دستور الجمهورية الإسلامية اللي نشوفه انتهاك يوميا اللي هو الوثيقة المقدسة. بالتالي اليوم من حد يعول القانون؟ القانون ما حد بطاقته ما يحكم، لا يتم لا تقع، لا يحكم إلا أن يحول إلى إرادة وفعل وممارسة. من المسؤول عن هذا الفعل والممارسة؟ هي الدولة. من المسؤول عن الضغط عن الدولة وفرض الدولة وتوجيه الدولة نتعدلوا؟ هي القوة المجتمعية والنخب، وإحنا جزء منها. ندوص النخب والمجتمع يعود عنده أولويات، وإحنا ظاهر أن هناك أولويات عديدة من ضمن هذه القضايا اللي طرحت. يعني إحنا برنامج جديد، ماذا هو؟ إحنا عندنا برنامج في الديمقراطية، وعندنا برنامج في التحول الديمقراطي ومآسي، وعندنا القضايا اللي تواجه موريتانيا الآن. هذا الفعل اللي قلته جزء منها وأساسي يغير ما يلا يحجب قضايا أخرى. طيب دكتور، قلتوا على المشكلة يلا يتكاتفوا لها أولاد موريتانيا كاملين، وعلنها في الحقيقة ما يلا تعود تخص شريحة عن شريحة لأنها مصلحة الوطن، ولا يلا اللي قاعد الحل يعود ضد شريحة معينة، ولا يلا يعود الله لصالح شريحات. هاي مسألة وطنية وتهدد أمن واستقرار البلد والمستقبل، هذا هاي حقيقة. لكن من درا كان كلام كيت البيضاني وتشخيص يعني طيف معين مكون معين كان من الأمور اللي يعني يدعم التآخي، هاي من جهة. خصوصا حد اللي يترشح للرئاسيات انه ما يلا يغير شوية الأسلوب وعود يحاول يدمج أولاد موريتانيا كاملين، إياك يقدوا يدعموه، إياك يقدر يقبل السلطة ويعدد ذاك ظهره. شو اللي واضح لما واضح بعد؟ واضح بعد، انا بعد واضح لي ولا يجاوب على واضح لي منه، واللي ما يعود واضح لي من اللي تقول يوضحوا يجاوب عليه. انا بعد أنا ما قدرت لا قبل حزم طول على بعد ما قلت فهمي انا واستيعابي لسؤالكم. ما شاء الله ذكيين فاهمين حتى. شوف هو الانسان يحاسب على افعاله، ايوه، يحاسب على عمله وعلى اقواله، ايضا وعلى اقواله، محاسب على افعاله واقواله. هذا التحالف السياسي، تحالف سياسي وطني، هو اللي قاعد يدور يعود رئيس ما يقد يعود متطرف، هو اللي قاعد حزب سياسي من الاحزاب السياسيه المعترف بها بحكم الدستور الموريتاني وراد انه يشتغل من خلالها، معناها انه ما يدور التطرف، ومعناها انه ما يدور العمل خارج القانون. هو اللي قاعد يمارس عمله السياسي من خلال ادوات العمل السياسي الطبيعيه
احنا هانو مستعد للعمل بما الشغله بما فيه العمل وما مسموح به. غير الخطاب الخطاب قضيه اخرى. شفت الخطاب لهن نتكلموا عن نكون حاسبه كل رجع على خطابه لهن حاسبه كل واحد منا على مجموعه من الخطابات التي لا تنتهي واللي عندي عليها استدراك واللي عندي عليها نقد. وانا بعد اعتقد وقناعتي ان الخطاب السياسي على عود خطاب مهذب ولا عود خطاب جامع ولا عود خطاب موجه لكل الموريتانيين وحدها يمارس العمل السياسي العمومي يلا عود خطاب موجه لكل الموريتانيين كل شرائحهم بكل مناطقهم. يا اخي احنا نتكلموا عن حزب سياسي والله تحالف سياسي نتكلموا عنه في رؤاه العامه ولا يلا والله من تاو نقصوا اخطاء وعثرات وما فيه مده ما عنده اخطاء وعثرات. يا اخي من دراي كان هاي الاخطاء والعثرات عندها مبررات يا كانها ما عندها مبررات ومن دراي كان الرؤيه العامه والتوجه العام صالح والله ما هو صالح. انا اعتقد ان التحالف انه توجه البيان سياسي وان عنده ممارسه سياسيه واعتقد انها من اكثر الاعمال وجاهه اليوم في حل مشاكل موريتانيا الانيه والمتوسطه لبعيده المدى. من ترى كان هي في النهايه ما خالق عمل بشري ما هو دور يتم يستدرك فيه ويصلح ويقوم وهذه هي مهمه الاحزاب السياسيه ومهمه المؤسسات. واحنا باقيين في اطار الحزب نبني مؤسسه. حزب قائم على مؤسسات ما هو قائم على فرد. هاي المؤسسات مسؤوليتها هي مراقبة توجهه ومراقبة خطابه ومحاسبة نفوسه. ذاك اللي منه صالح تعزه وذاك اللي منه خاسر قاعدة تصلح وذاك اللي منه خاسر وميؤوس منه تقضي عليه لأنه في النهاية هو عمل بشري. وبالتالي احنا نتكلم عن التوجه وذا الخطاب من 2018 عاملة ما قبل هذا المرحلة موريتاني أخطاء سياسيين ما يوفى واخطاء حقوقيين ما يوفى. يعني معترفين ان الرئيس عدل الاخطاء؟ لا ابدا 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 ماني معترف من حد بعد الخطا ولا جيت هون اياك نحمل حد من الخطا ولا نحاكم حد. جيت هون اياك نعبر عن وجهه نظر سياسيه لتحالف سياسي حزبي مجتمعي عبر عنه لاني محمل حد خطا ولا جيت هون اياك نحاسب حد على خطاه. ويا اللي قال ارتكب خطا يلا يعيط له هو ويسول عنه هو اولى بيسول عنه وينقال له مبرراته فيه. وذا اللي مسوي انت عنه من سمني انا وكلم مني ومن يتعيط له هون تكلم له يبرر لك خطا والله ما يبرر لك. راني معيط. ايه على كل حال عندك من الوسائل الله ينطلس وكصاحب راي حر انه يجبر حق حريته ويتمتع بحريته ويقعد يقد لي عيط له شيك. الان هو منوع. انا تعرفني مع لا طبعا لا انا قايل انا من خلالك انت موجه انا من خلالك انت موجه الحديث لكل صحابي حر وكل صاحب راي. هو شاكي من صحابي زميل مولي؟ لا 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 شوف اليوم القضاء القضاء اليوم هو اللي اعتذر تو في الروايه القضاء اليوم القضاء اليوم فيه شمل المبرر فيه شمل الملفات لا تحصى ولا تعد. هذا رايي انا اللي نقول لك رايي حتى لو رأي إن هذا هذا رجل سياسي الله. تم اعتقاله الحسابات السياسيه معروفه التعطيل وايقاف مساقته مده 90 يوم بدون محاكمه في السجن التحكمي تم انتخابه وتم اعطاء الحصانه البرلمانيه من خلال الشعب الموريتاني وما زال ممنوع منها. وبالتالي تضاعفت الخطا والجريمه جريمة الاعتقال الأول وجريمة اعتقال نائب برلماني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الحصانة البرلمانية. بالتالي الإنصاب مواقف نبيلة ندعو أنه يتمتع بحريته نخاطبه الصحينها ويساعد ساعات تسوي أنت ويقول لك لكن لا يجاوبك عليه ويدور إلا عنده عنده عليك. غير وين غابت الصحفيين طلبت منه يعتذر تسحب الدعوة فقط؟ هذا الموضوع شو هذا الموضوع يا رفقة شوف بسيط لا لا هذا الموضوع هذا الموضوع خصص له حلقة وننشد فيه الأخبار فيه التفاصيل وفيه قضايا معينة وانت تعطينا من شدوا اخباره اعطيني تو ملي فرصة نقول لك ذاك اللي عندي فيه انا اعطيك الفرصة هذا وقتك تقول ما شئت اسال عما لا ترى ان لا نحولوا حلقة سياسية دورها لموريتاني منها نسمعوا رؤية برنامج سياسي حزب سياسي وتجمع سياسي ورؤيته برنامجه قضايا راهنة تواجه الان حالفت مع شخص مهم وكاريزمي وعنده وزن كبير ونقدر كنا نسولوا عنه لا سولتوا عنه وانا تلقى عنه احتوى على الجناح السياسي لا لا ما احتوى شوف شوف ما احتوى شوف شوف انا قلت لك من البدايه ما جينا ما جانا قرعته كبيره لا طبعا لا 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 شوف لا لا شوف لا اسمح لي دكتور شوي انت البرنامج عندك البرنامج عندك قرعته هي قرعتنا احنا ذاك البرنامج اللي عنده ما انا عاطينه فيه ذيك القرعه لكن مشيتي منه هو اللي وصلني لا لا شو ذيك القرعه احنا ماسكين قرعتنا احنا ما احنا ما مقرعين برنامجنا ولا في لا في نص نحن نص المهمه ذا برنامجنا برنامج مشترك كنا كاملين ذا اللي فيه متبنيينه ومدافعينه ويعبروا عنا ونمتلك من النزاهه الفكريه والشجاعه على قول راينا ما لو كنا ما نقول ما معه هذا هو راينا وهذا هو موقفنا يا غير خالق روايه نقول هذا الخطا هو اللي قالوا الشيطنه اني عود رقاش عنده راي وعنده موقف بدل ان تصنت الراي وموقفه تقبل انت راي وموقفه تقولوا عنه
وتعود انت عندك من وسائل الاعلام اللي تقول انت الان الدده مثلا كصحابي يلا رؤيتك اليانة رؤيتك اليانة تعود نابع هنا يعرفوا لي الا محمد احمد محمد احمد انا محمد احمد انت كصحابي تمتلك من الافق والمعرفه ومن الخبره تبارك الله يلا تعود رؤيتك عني انا وعن ابو صحاب ذاك وعن محمد لمين هذا رؤيه نابعه من اللي قالوا احنا حد عنده راي سياسي احنا راينا السياسي نكتبه ونقوله ونعبروا عنه ودوناه ووثقناه ولا في شيء من اللي قال وبيان اعلان وعدلناه بدار الشباب قايلة في رمضان وعلنا عنه وخطوا تلفزيات كاملة ولا في الشمدة في برنامج سياسي المحطات الحالية عندنا هذا البرنامج السياسي نحاسبه على تطبيقه ونحاسبه على تنفيذه ولا قلنا عنه لا قسمناه ولا قرعنا ما قلنا يطش للزر قلنا عنه برنامج سياسي يعني كاملين ومسؤولين عنه كاملين ونتحمل المسؤولية في تطبيقه كاملين وندافع عنه كاملين وكل منا ما فينا حد جاء خايف ولا طامع في الثاني لا يدر عنده شيء جاء لأنه يشكل قناعته وسيدافع عنه لان ما فينا حد عنده شيء يعطيه للثاني من بعد اسمح لي دكتور دعوا نكمل لك المصالح نكمل لك شوف نكمل لك انتم الان دخلتم البرلمان على عربتي ذلك الجناح السياسي نكمل لك تحالفتم معه نكمل لك تدخل البرلمان كنا قلنا تحالف عن النظام ودخلنا البرلمان كنا قلنا نقيس راس من القبائل ودخلوا البرلمان وجاونا ياس من الرجال والشيوخ وعرضوا علينا دخلوا البرلمان 2006 ترشحوا ولا رشحنا و2014 رشحنا ولا كل رجال جانا نرشحوا جانا ياسر الناس دون رشحوا ورجال ما راضي عن سلوكه وظاهرنا انه يقدم الشعب الموريتاني ويقدم خطابه ما رشحنا ودي واحد في المجال تقولوا جبرناها 2006 وجبرناها 2014 في انتخابات 2006 ما عدلنا عن دوره برلمانيه ولا عدلنا عن دور الحكومه عدلنا عن دوره خطاب سياسي والخطاب السياسي ما زال عندنا ومتمسكين به ومتحملينه ومستعدين للدفاع عن رؤيتنا ولان كنا ندوره ونعود ودخلنا البرلمان والناخبين معروفين وسائل الحصول عليهم في موريتانيا ظروف الحالية حد دورهم يقيس البنية التقليدية والبنية المجتمعية ويقيس السلطة وسائل السلطة تأثيرها المالي والإداري والأمني وتعدلوا نائب برلماني ولا تعدلوا عمدة ولا تعدلوا فوق ذلك غير ذلك ماكسنا قسنا تيار سياسي نتقاطع معه في برنامج سياسي ورؤية سياسية ورؤية مجتمعية ونتقاسم معاه النضال والمأساة ونتقاسم معاه الشارع وخطاب الشارع اللي شعبي ودخلنا معاه في الإطار وبالتالي ما جينا هياك احتواه ولا احتوانا هذا مفهوم المغالبة هو اللي خلفية التحكم نفهم شر وفهم خير وفهم مدى مداقة لا هذه رؤية مجتمعية ورؤية سياسية والأحزاب والناس السياسيين يقاربوا من الله المواقف السياسية ويبعدوا من الله المواقف السياسية احنا مواطنين موريتانية تجمعنا موريتانيا وتجمعنا الجمهورية وقيمنا وخوت يقير نتباعد في المواقف ونتقارب في المواقف حد تقارن مع سياسيا عندنا هو جسم سياسي واحد حتى بعدنا مع في السياسي وين تعدلوا مع اتفاق يلا انشاء ظروف في الخطاب السياسي لا واخذ الخطاب الجديد لا واخذ الخطاب اللي هو اللي هو لكم انتم واخذ الخطاب اتفاق انا مشيت لك الاتفاق قريته لا اتفاق شو نقاط اتفاق شو احنا عندنا اتفاق سياسي برنامج انتخابي اساسه ان نشتغل على موريتانيا مرحلتها الحاليه تعاني من مسالتين تعاني من ازمه تعثر مسارها الديمقراطي وانه اذا ما يقدر يصح ما بانتخابات حره وشفافه ونزيهه وانتخابات حره وشفافه ونزيهه ما يقدر تخلي يكون الى عدد ادواتها والادوات الكفيله بالاشراف عليها واخراجها من ذاك المرحله الماضيه هاي النقطه الاولى النقطه الثانيه ان مقبلين الى محطه مهمه هي محطه 2019 صحيح وهذه لانها مهمه لي بسببها لانها دستوريا فارضه اللي قال له مبدا التنوع على السلطه ولان المعارضه الى حد الان ما فاتت وخذت مرشح موحد صحيح. وبالتالي هذا اعتبرناه من المسائل الهينات اللي داخله في المعارضه هذه القضايا حليناها احنا والرئيس هو المرشح لا يعود طبعا ما نعلن عنه في البيان وقلنا عنه دائما ما بغيت تاكدوه فقط المشاهدين لانه اكدناه في اكثر من مره وناكدوها اكدناها وناكدوها لسببين لان في الحقيقه الترشيح والقضايا هذه الخيارات المجتمعيه الكبيره ما تعادل تصرحوا لها نار ثانيه يا غير هذا لا ينفي قال خبرنا عن الرئيس هو الملف من اللي حقدرك هو طريقته من اللي حق اه لا والله نقول لك بعد شوف اللي عندي عنه الصلاة اللي بعد هذا هو الرئيس تم اعتقاله فجرا شيء شبيه بالاختطاف جاء الساعة الساتة صباحا والله فجرا وجاء بدل كنا نقول احنا زوار الفجر الناس اللي اصلا تجي الناس الجريمه والاعتقالات السياسيه القديمه هذا شخص معروف ولا هو هارب كان يقدر يترفع عليه وقال له شيء ومرات ماضيه وترفع عليه وجاء الشرطه جاءوا اعتقلوا الاعتقال فجرا فجرا قبضوا فجرا حاصروا داره بطريقه فيها الترهيب والتقويف وبالتالي هذا لا يليق بدوله ديمقراطيه فيها المؤسسات ولا يليق بشخص معروف وكان هو موجود هو كاع نايب ما عنده شخص لا هذا كاع سابق يساعد نايب والله منين اعتقلوا فوت 4 ايام عند الشرطه
ومشاه القاضي التحقيق عدل معه محضر. بدأ التقاضي يبدأ. هذا المعتقل بذلك قرابة 90 يوم في الاعتقال. ما قاس ما وعدت المحاكمة. جاءت طلعت عنصر آخر. هو تم اعتقاله بعد من منين ودع ملف مكتمل عند اللجنة المستقلة للانتخابات. إذا ما تقدم ما قد يخلي يقابه. مع الضغوط الهائلة كل الممارسات اللي تم اعتماده إياك نحرم هو كمواطن من حقوق يتمتع بها كل موريتاني. هو مسوي فيه الشروط القانونية. ترشح منين ترشح تم انتخابه. عاد لا برلمان. إذا عادي مثل إرادة جماعية الموريتاني مثل الجمعية الوطنية. وحاز على اللي قالوا الحصانة البرلمانية. هذا العنصر ما طرم ولا شيء. ما طرش على المستوى الغرف ولا طرش على المستوى المشرع ولا طرش على المستوى الفكر السياسي الديمقراطي بشكل عام. بالتالي ما زالت وضعيته ذي. وهون لين وجه من خلال قناتكم المحترمة ان الانصاف. راعي لك وزير اول جديد مثقف ودعود متفهم. يلا تطلبوا ملقاه؟ احنا ما احنا 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 قوة معارضة. نقوى معارضة. والمعارضة ما تقدر تجاب المعارضة. ما هو بالطريقة عندنا لقنوات أخرى يقرقع ليش؟ ما يحتاج؟ هي قضية حقوقية وقضية سياسية وقضية أدبية وقضية أخلاقية. تسريع الإجراءات. ويلا قاع هو يسبقنا لها ما دام يتمتع بالمواصفات اللي قلت أنت يلا يسبقنا لها لأنه ولا بها قاع مني أنا من يعود المواصفات اللي قلت أنا فطن ذر القاش المعتقل ما هو قريبي ولا هو خوي ولا بيني معاش أنا من تصدر القيم أنه معتقل والمبدأ مبدأ حرية. وحرية الإنسان يا الله يدافع عنه أي إنسان معتقد ولا تمنع إعطاء الحرية يا الله يدافع عنه صحيح هذا يا الله يتبناها الوزير الأول يا الله يتبناها رئيس الجمهورية يا الله يتبناها زملاء النائب البرلماني يا الله يتبناها الصحافة يا الله القضية رأي عام طري لأن اعتقال نائب برلماني وشخصية اعتقال تحكمي مر عليه هذا من الزمن كامل معروف أن مساط مسطرة الإجراءات هم النواب وهم الشيوخ كانوا هم متابعين في قضايا وتهم أخطر من هذه يا غير كانوا يشوجوا وكانوا يتابعوا ملف محل هاي القضية ما قط هاي قضية شجون ما قط اعتقل عليها رجاش لا قط وقف حريته عليها لماذا؟ لأن هذا شخص سياسي وعنده دور سياسي وأنه خصم سياسي ما هو معتقل للتهمة معتقل لأنه خصم سياسي والدولة الدولة تصفي معه حسابات سياسية وتعيق برنامج سياسي وكان لها ما أرادت مؤقتا يا غير هذا ما هو اللي يحل مشكلة موريتانيا ولا هو اللي يطبق مؤسسات الديمقراطية ولا هو اللي يحل مشكلتنا البنيوية والله ما هو ولا يقطع الطريق قدام التدخلات الأجنبية الخطيرة الفتاكة اللي ما تجد ما هي مصالحها وأغراضها وتجاربنا معها ياسر ما هو لا يوجد قدامها مجتمع متماسك وحدة الوطنية قوية قضايا اجتماعية حالها ما يواجهنا فرنسا ولا عندك برنامج تختار تتكلم عليه أولا شنو تقويمك للانتخابات اللي يمكن لك خط والتي أدخلتك إلى قبة البرلمان شنو هو تقويمك له وشنو هو انطباعك أنت ياك مالك دد مستخسر في تخيل قبة البرلمان ما أنا لا أتكلم مالي على رأي الآخر ومن عن ما نحن عندك مالك مستخسر في شو لكن عارف أن لا توقع قايل لك على سبيل أنا نقل خير مسلمين كامل شو أنا أشوفهم اللي قاعد تبارك الله أنكم تسحقوه شو هذه الانتخابات بالحقيقة عنا عليها كثير من المآخر كتبنا عنه يغيلها نلخصه ذلك مسألتين واحدة إنها عدلتها لجنة انتخابية اللي مزر واحد هذا اللي قالوا المعارضة ما مشاركت فيها وهذا ضد القانون الناحية الثانية إن الدولة من أكبر مسؤول فيها الأصغر مسؤول فيها دخلتها وخاطها بوسائل الدولة خاطها رئيس الجمهورية باسمه وصفته وإمكانياته خاطها صالح مدة وهاجب بها مدة أخرى النقطة الثالثة لأنه هذا قاعد ولا أختار كنا نتكلموا لأن جرته بعض المرشحين وراء قضبان السجن النقطة الثالثة إن هذا اللي ما كفاه كامل إن مني خلي ذا كامل عدد فيه شرط ثاني وثالث ورابع وخامس وبالتالي لا تظلم الغاي المهم عدد فيه إشواط غير طبيعي إشواط ما قد خلقت بالتالي الملاحظ وكان في الحقيقة كان علي في الحقيقة إن هن المعارضة الديمقراطية تحالف هذا بوز هذا اللي تزعته الحقيقة انتزاع حقيقي وأعطاه من خلال رسالة تطمئن وتفتح أفق قدام التغيير السلمي والتغيير الديمقراطي للمواطنين متى تحررت إرادتهم من الخوف ومن 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 ومن, ومن الكسل بالتالي تحفظاتنا عليها هذه يا غير مهما كان إحنا ما نقدر نشتغل ويكون بالمتاح رقم تحفظنا عليها قرارنا في الصواب المشاركة وقرارنا في الصواب المقاطعة ما هي سليمة وإن ذلّي خلنا المعركة معركة السياسية والانتخابية ومعركة الديمقراطية خذوهم داخل المسار
وهون وجه نداء للموريتانيين لمعركتهم السياسيه المقبله في 2019 ان شاء الله يولا من الان وان يخوضوها من خلال المسار، وان لا يخوضوها لا من خلال وحدتهم وتكاتفهم. وبالتالي على كل حال ملاحظاتنا على هذيك اياها. لو كنا في الحقيقه في بلد ديمقراطي وفي بلد فيش من حددنا من القيم الديمقراطيه تعود تبعات اللي خليك. احنا كمان بلد ديمقراطي. في بلد فيه بعض من تداول القيم الديمقراطيه. يا غير ما أنا بلد ديمقراطي، نهائيا ما أنا بلد ديمقراطي. بلد فيه ممارسات واعمال وتقاليد واعراف مكينه داخل الاداره وداخل الدوله وداخل جسم المتحكم الصل المتحكم في مناحي الحياه بعيدا من الديمقراطيه. قد سمعت ورقاش ناجح الحمد لله في الانتخابات وكين دخل البرلمان، يعني يقول هكذا نحن ما أنا بلد ديمقراطي. انا اقول لا راي وقناعات. هي بطل النجاح يعني ما يعدل ديمقراطي، وقلت نجاح هي بطل ما يعدل ما ديمقراطي. هي الديمقراطيه هي يعني تقاسيه من نفسها. من علاش؟ ما قلت انا ما قلت لها اخطاء الاربعه، لجنه اشرافها، وانها وعدت الدوله كامله من عند رئيسها قال تحت عدل فيها الحمله لطرف معين وعايش لطرف معين، وامكانيات الدوله ووسائلها ووظيفه لطرف معين، ومع ذلك كامل ما هزها شيء وخلقوا فيها الاشواط الاضافيه. هذه ما لها ملاحظات بسيطه. من جرد نقدر نقول لك ما اعطيك الوقت. شوف بالاضافه لهذه غير لا لخصت الوقت عاد بس ما شي قد لخص. هي ظاهره متجذره ممارسه من اول انتخابات خلقت عامل هون من 1986 الى الان، وبالتالي بدرجه من الديمومه والتراكم والاستمرار والوفره اللي ما قد قاعد يحيط بها ساعه ولا ساعتين احرى دقائق. انا قلت لك جوهرها، وبالتالي هذا اللي ندافع لك انه فعلا ما هي بلد ديمقراطي. احنا معركتنا معركه توطيد الديمقراطيه ومعركة الانتقال الديمقراطي ومعركة مسار متعثر ذوقها متعثر. هذا معركة الموريتانيين كاملين، ومن الدوافع اللي تفرضنا ان يا الله يخليك تكتل وانسجام وجبهة عريضة وطنية للدفاع عن الديمقراطية والتوطيد الديمقراطية والعبور على الاقل الى مرحلة مقبولة من الديمقراطية. ده ظاهر ان اللي يخليك على مستوى نحن على مستوى التحالف قاعد يوسع بين مجموعات اخرى تجتمع في تتقاطع في مجموعه من النقاط تكفيها انها تشتقي الموحده في انتظار انها تضيق ذاك البينات من الخلافات، وفي انتظار انها بعد تحقق الهدف الاسماء المطروح قدامها الان وهو ديمقراطيه تعرض للامتحان اللي قاسي مدمر، خصوصا وفق 2019 الدستور الموريتاني يقول عن لابد من خلق تناوب، وهذا التناوب المفروض دستوريا يلا نعود احنا نعدلوا تناوب فعلا جوهره معناه تناوب معناها بين المعارضه والاغلبيه، ما هو الا تناوب داخل الاغلبيه. ايوه اياك يعود معناه. انت ظاهر لك من شنو هي الاجراءات اللي يلا تعدل المعارضه اياك تكسب ذا الرهان اليوم. المعارضه تعرفوا باللي انت ممكن تكون معارض محاور الى معارض. قطعت بطي موثوقه. وذاك معارض محاور ما هو معارض. ما انا اخبر انتم. انا بعد. ظاهر لي المعارضه المحاور معارضه. وانها مهما كان انها حققت كثير من الاشياء المسار الديمقراطي الموريتاني. لان هذا المسار اللي الانجازات اللي قلتوا انتم نشحتنا نايب ونشحت واحدين نايب نواب من ضمنها نصوص ومنظومه قانونيه توصلنا لها في حوار 2011 اللي هزالت نتائجه في النهايه وهزالت تطبيقها. وبالتالي الحوار احنا دعاة حوار. انا من دعاة الحوار. ولا نمثل دم الحوار، وظاهر لي انه يلا نزيد من حزمه الحوار ونعمق الحوار، ومنين تفتح لنا فرصه الحوار نحاور. وان قلت الحوار خطا يا غير ولا يعني من قال معارض محاور ما معناها انه ما هو معارض. غير بعد ولين قال مولي انه ما هو محاور ما معناها انه معارض. غير انا سؤالي شنو هما الشروط ولا الاجراءات اللي يلا تعدل العمليه الجراحيه اللي يلا تعدل المعارضه اللي في الحقيقه فاصله تكسب الرهان. ولو احنا قاع معنا هون طبيب جراح طبيب واللي يعرف جراح انا ما اعرف جراح غير نعرف عن هذه المعركه اللي قدامنا الان انها تحتاج وقفه غير تقليديه، وانها فعلا امتحان كبير للمعارضه، المعارضه هي كمفهومها السياسي العام، ما هي قاعده للمعارضه بالاحزاب، حد الوضع اليوم ما هو راضي عنه، حد ما هو راضي عن الاسعار، ولا هو راضي عن الامن، ولا هو راضي عن مستوى المعيشه، ولا هو راضي عن الطرق، ولا هو راضي عن التعليم، ولا هو راضي عن الوساخ اللي في البلديه، ولا هو راضي عن الصرف الصحي، ولا هو راضي عن النظام التعليمي، ولا هو راضي عن تخبط فيه، ولا هو راضي عن التفاوت الاجتماعي وعن الغبن الاجتماعي وعن الرق وعن مخلفاته، ولا هو راضي عن اللي ينخرج في موريتانيا. هذا يلا يعود معارضه ويلا يبحث عن بديل، واذا البديل لا يبحث عنه الا من خلال رؤيه ومن خلال مبادره. وان الاوان المبادره تعود موجوده
لإنقاذ موريتانيا أو لتحسين وضع موريتانيا أو لانتقال موريتانيا من وضع أنا نوصفه مأساوي، غير بعد خارج واحد نوصفه أنه ما هو وضع مريح، نقلوها من نشر وضعك. وتدعو المرشح واحد؟ ندعو المرشح، نحن عندنا مرشح ندعو له. مرشحكم؟ ندعو الناس المرشحنا. يا غير ما أننا فارضين وحد من المعارضة يرى الأهلية ويرى القدرته ويرى أنه أفضل المرشح أن يترشح، يا غير بعد كان المرشحين المعارضة على قلبين لا علاقة تحالف وعلاقة توطيد، ولا اللي طلب الأمور في المرحلة الثانية أن تحالفون تحالفون، لكن ندعو المعارضة مرشحنا وندعو له، ظاهر أنه هو المرشح الأمثل. مقدمين الشعب الموريتاني يا غير ملي ما أننا فارضين عن المعارضة، ولا أن ظاهر أنه هو مرشح المعارضة الوحيد، ندعو المعارضة عندها مرشح والله مرشحين اخرين ينبثقوا منها حالا ويبدوا يشتغلوا على خطاب، وهذا حتى مرشحين المعارضه يقدروا يطرحوا برنامج يساعدهم كاملين الى توطيد واحد منهم ولا تقويه واحد منهم ولا تقويته كاملين. وين بعد عندنا احنا يخلق التناوب نقولوا احنا التناوب ما بين المعارضه والحاكم السلطه الحاكمه حالا، وليس تناوب داخلك ما هو تناوب ذاك استمرار، تناوب تنقال مده كانت في المعارضه جاءت للسلطه، اما ان السلطه جدد نفسها وتخلي ذاك ما ينقال له تناوب، لكن لا ينقال له توف مدة تراوح في مكانها وحد يراوح مكانه ما قطع ترى. ايوه انت تبغى تعدل تعليق للتعديل اللي خلق التعديل، هذا تعديل وزاري تبغى تعلق عليه ولا ما تبغى تعلق؟ لا يعنيني بالحقيقه، لا يعنيني بالحقيقه. لا يعني ما هذا يعني الحكومه وعي الاغلبيه. احنا حقيقه احنا المعارضه غير الوجه الجديد لا لا شو احنا المعارضه مو اللي نقول لك روايه. يلا تعود احنا كمعارضه الحكومه نتبعوا لا اخطائها وهفواتها ولا تعدل من الشخاص اللي ينقصوه. ما يعني نشكرها وش فيها زي ما انا قايلينه، عندها تلفزتها عندها حزبها وعندها صحافتها وعندها ناطق رسمي اسمه يقول، احنا اللي نقول لا اخطا وهفواتها ولا نتبعوه ولا نسوي من ما قلنا قطعا، لا يحكمنا عن نقول ولا ما نسوي والله غير تشحتوا هي انا والله قاعد ما تعدل يعني ما تعدل يرجعوا عنا مليارات نعود وما شفنا، قال بعد ما انا اللي نقول شكل نقول لا شفنا يا غير تبارك الله ياسر نقول شفنا بعد ياسر والله بعد نقول منو شيء. ايوه الدكتور في الوقت اللي على سف تفككت فيه الدول الحاضنه للبعث عن العراق وسوريا، وانتم حتى في الصواب جيل التاسيس المنظر والمفكر الكبير مدحي خضيب البريد الليل دفالي للشين محمد والاحمد محمد البابا والعبد الجليل كلهم ذهبوا، وحتى الجيل الثاني بعض من رفاقك من الجيل الثاني محمد الكوري والعربي ودكتور الشيخ والحنان وآخرين كلهم ذهبوا، ومع هذا بقيتم أنتم والمناضل الكبير الرفيق الكبير العبيد، يعني إلو ما خلق هذا الاتفاق ما ظهر لك أن الوضعية كان صعب شوي دكتور بكل صراحة نتكلم لك بالقلب. مجيد حديث القلوب قاع في الحقيقة مفيد، يعني احنا نتكلم حالنا بحديث العقل وحديث المنطق وحديث الدلائل والقرائن والأدلة. أيوة. اولا البعث كفكره ما تفكك في بلد قال العراق غزات امريكا 150 الف من الماريز، راهو اشار ان ما زالون الاربع دقائق غزات امريكا 150 من الماريز لخص واحتلته كيف احتلت قوه احتلال قول كلمتك الاخيره تدمير بما يتب اذا عادت عنك انه ذهب مفهوم انه ذهب مفهوم قيمته هو انه ذهب، على كل حال المسار السياسي والقوى السياسيه والتجارب النضاليه مراحل، المهم من ركان الافكار اللي قام بها البعث هي الوحده والحريه والاشتراكيه اللي قلت، اذا كان افكار صحيحه ولا ما صحيحه؟ انا رايي ان افكار صحيحه، والامه الان العرب محتاجين لها، واي امه مهما كانت محتاجه لها الان. ولا فيه قد ينقذها الان من مصير التشرذم والطائفيه والاعتدال والدويلات يكون الوحده، ولا قد ينقذها يساوي يكون برنامج اجتماعي يا جماعه. وبالتالي هاي الحاجه الى هذه المبادئ اكثر هي الان من 1947 واكثر هي الان من بدايه النهضه، يا غير فعلا تطبيقها ما اشبه الطريق والطريق. احنا الان لا نمثل في حزب الصواب، لا نمثل حزب البعث، نمثل حزب وطني قالوا حزب الصواب. يا اخوتي هو لقاش قال رايه وقال ما يمثله، يلا نقول ما يمثله، ما انه متفرعين من البعث. كلمة الأخيرة نهائيا يقال هذا الحزب قالوا حزب الصواب ولا هو حزب البعث، حزب سياسي وطني لي لقاش جاي يسوى من البعث ويسوى من اي تيار سياسي، واي احنا معنا واحدين هون عندهم ماضي من الكادحين ماني قاعد نسميهم بي قربهم خايفهم لا ينفقوا علي، يا غير بعد ما عرفنا نعرف انه غناء وثروه داخل حزب الصواب. إذن لم يبقى لي إلا أن أشكر الدكتور عبد السلام الحرمة رئيس حزب الصواب والوفد المرافق له، وإلى موعد جديد، هذا محمد أحمد يحييكم.